مركول يا اولاد، استغليت فتره الاعلانات في اني لقيت الليزر بتاعي. ده بيسهل عليا، ببقى متعكن من غيره لانه بيخلي بسهوله تقدر تتابعني على الرسم. تاني نرجع لتاملنا انه رقم 7 ورقم 3 في الاديان السماويه ارقام بتتكرر كثيرا، وان الناس اتهموا الانبياء بان دي اساطير الاولين. وانا بقى اؤكد ان ده كان وحي الهي ولم يكن من اذهانهم كما الناس اللي هم الملحدين بيتهمونا. وحتى قلت كل عاوز كل في معتقده تنقي كام مره اهميه رقم 7 وكام مره تقال رقم 3. هذا اثبات الهي بيند التصور ان اهم تركيبه في السيل ميمبرين اهي، اهم ريسبتور الاكثر شيوعا اللي هو السيربنتاين ريسبتور، واهم تركيبه بتشغل الخليه اللي هو جي بروتين. السيربنتاين ريسبتور ده 7 لفات والجي بروتين 3 قطع. يبقى اهم تركيبه في السيل ميمبرين فيهم رقم 7 و3، عشان يفهم الملحدون ان هم على باطل، ان الاعداد دي هي الاهم في الجسم. في كل السيل ميمبرينز رقم 7 ريسبتور سوبرنتاين 7 والجي بروتين 3. الريسبتور الاقل اهميه، الاقل اهميه هنا بيكون قطعه واحده. طيب ننتقل لبقيه سؤال الشطر الثاني، وهو السكند ماسنجر. احنا قلنا ان الجي بروتين ده هينشط الانزيمات من خلال سكند ماسنجر، ولازم تكتبه مع السؤال، عشان كده بقول بيبقى حظك وحش لما بيجي هذا السؤال. هذا السكند ماسنجر عندي 4 انواع منه: سايكليك اي ام بي، وبعدين جوانيزين سايكليك ام بي، وبعدين داي اسايل جليسريت وانزيتول ترايفوسفيت، وبعدين كالسيوم كالموديولين، وبعدين جوانيزين مونوفوسفيت. ادي السكند ميسنجر الاربعه اللي هم المشهورين. ابتدي بالسايكليك ام بي. في هذا السايكليك ام بي عاوزك تعرف 3 معلومات: اسم الانزيم اللي بيكونه، ادينايل سايكليز، يعني الجي بروتين بينشط الادينايل سايكليز اللي هيكسر الاي تي بي الى سايكليك ام بي. ده السكند ماسنجر. طب اسم الانزيم اللي بيكسر السايكليك ام بي بعد ما يخلص شغله اسمه فوسفو داي استريز. طيب اهم انزيم اللي هو الانزيم اللي عن طريقه بينشط الانزيم، وانا اتفقت معاكم ان احنا بننشط الانزيمات عن طريق انزيم، والطريقه معروفه. الانزيم اللي بينشط انزيم بيحرك له فوسفيت جروب، فعشان كده كلهم يشتركوا في كلمه ايه يا شباب؟ بروتين كاينيز. ما هو اي انزيم عباره عن بروتين بيحرك فوسفيت جروب فيسموه بروتين كاينيز. في حاله السايكليك ام بي اسمه بروتين كاينيز A. ليه A بقى؟ عشان هو اسمه سايكليك اي ام بي، فبروتين كاينيز A. وده الموست امبورتنت، ده اهم سكند ماسنجر عندنا. يعني ما يقول لك الاربعه دول عندنا هنا في اليو اس وفي كندا ساعات يجيب لك ال4 اجابات صح ويقول لك اختار اهم سكند ماسنجر سايكليك ام بي، متعلق بيه كام انزيم اللي بيعمله ادينايل سايكليز، او ساعات يسموه ادينيليت سايكليز لو بنتكلم في انجلترا. هي الادينايل سايكليز هو الادينيليت سايكليز، ده اللي بيعمله. خلاص بيعمله منين؟ بيكسر الادينوزين ترايفوسفيت اللي هو خدنا انه مصدر للطاقه، ليه وظيفه ثانيه غير انه يدي طاقه الاي تي بي، ان هو مصدر السايكليك ام بي. الادينوزين ترايفوسفيت بالادينيليت سايكليز يديني سايكليك ام بي. اظن نص البايوكيمستري قايمه على المعادله دي. يبقى ده الانزيم اللي بيعمل السايكليك ام بي. مين اللي بيكسره؟ اسمه فوسفو داي استريز. وعليه سؤال لذيذ جدا في الام اس كيو، وانا قلت لك انا حافظ الاسئله الحمد لله وورد وايد. اي عقار يبوظ الفوسفو داي استريز هيعمل ايه في نشاط الهرمون اللي بيشتغل بالسايكليك ام بي؟ نفكر. لو انا بوظت الفوسفو داي استريز يبقى السايكليك ام بي مش هيتكسر، لان ده اللي بيكسره، يبقى كميته هتزيد.
يبقى الاكشن هيزيد. اما اهم انزيم متعلق بالسايكليك ام بي هو البروتين كاينيز اي. وليه سموه بروتين كاينيز اي؟ لانه اللي بينشطه هو السايكليك اي ام بي فسموه بروتين كاينيز اي. وقلت ازاي هذا الانزيم بينشط الانزيم؟ قلنا لتنشيط اي انزيم في الجسم محتاجين انزيم، قاعده عامه. ازاي بينشطه؟ بفوسفيت جروب. عشان كده استحق كلمه كاينيز، الانزيم المحرك وتركيبه بروتين. لما يتكون بالسايكليك ام بي سموه بروتين كاينيز اي. نيجي القصه الثانيه، تاني سكند ماسنجر اسمه داي اسايل جليسرول وانيزيتول تراي فوسفيت. الحقيقة دول بيتكونوا من فوسفوليبيد موجود في السيل ميمبرين، لو كتبته بياخد سطر كامل، لكن مقبول جدا في الطب الابريفيشنز، فاسمه فوسفاتيدايل انيزيتول باي فوسفيت. يبقى فوسفاتيدايل انيزيتول باي فوسفيت، يعني في اتنين فوسفيت، بيتكسر بواسطة او سيل ميمبرين فوسفوليبيز موجود في السيل ميمبرين، يكسروا الحاجتين داي اسايل جليسرول، بناخد الكلام ده في البايو، وانيزيتول ترايفوسفيت. انا ما كنت طالب يا شباب كنت بحفظه من نفسي في البايو كيمستري بطريقه لطيفه قوي، فبقول ان الفوسفاتيدايل انيزيتول باي فوسفيت باي 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 اثنين بيتكسر لاثنين. طب افتكر اسعينهم ازاي؟ واحد فيه رقم اثنين واحد فيه رقم ثلاثة، داي اسايل جليسرول وانيزيتول تراي فوسفيت، داي وتراي. انا استخدمت المؤثرات الصوتية عشان تحفظ، لان دي حتة سخيفة في البايوكيمستري، لان نفس المركب قلت عشان يتكتب ياخد سطر، فوسفاتيدايل انيزيتول باي فوسفيت. انا استغليت الارقام، الباي فوسفيت هيتكسر الاثنين، واحد داي والتاني تراي، داي اسايل جليسرول وانيزيتول تراي فوسفيت. طيب ازاي المركبين دول هينشطوا الانزيم؟ انتوا عارفين اللعبه، مش ممكن ننشط الانزيم الا بواسطه انزيم اخر، والانزيم الاخر ده هينشط انزيم ازاي؟ تعلمنا اللعبه بانه هيعمل له فوسفوريليشن، هيحرك فوسفيت جروب، يبقى لازم يبقى كاينيز، وكل الانزيمات بروتين يبقى هو بروتين كاينيز. لكن في هذه الحالة بيسموه بروتين كاينيز سي، وهشرح لك ليه سموه سي. هو ليه من الأول دول اتنين مش واحد اللي هنشطه البروتين كاينيز سي؟ اكشوالي اللي بيقوم مقام السايكليك اي ام بي هو الداي اسايل جليسرول، بس فقط فقط في وجود الكالسيوم، عشان كده احتاج مركب تاني جنبه يجيب له الكالسيوم، اللي هو الانزيتول ترايفوسفيت، بيجيب له الكالسيوم من الميتوكوندريا والاندوبلازميك ريتيكولم، يجيب له الكالسيوم فيتنشط، فينشط بروتين كاينيز سي. ودلوقتي عرفتوا ليه سموه سي؟ لان الموضوع كالسيوم ديبندنت. يبقى موضوع الداي اسايل جليسرول والانزيتول ترايفوسفيت ده ليه هو ليه في اتنين؟ ليه في انزيتول ترايفوسفيت؟ ده بسميه الشيء لزوم الشيء، ان الداي اسايل جليسرول اللي بيعادل السايكليك ام بي ما بيشتغلش غير لو في كالسيوم. طب ومين يجيب له الكالسيوم؟ الانزيتول ترايفوسفيت من الميتوكوندريا اندوبلازميك ريتيكولم. فلما يتنشط ينشط بروتين كاينيز، بس بتاع السايكليك اي ام بي كان اسمه ايه؟ بتاع الداي اسايل جليسرول اسمه سي، نظرا لاحتياجه للكالسيوم. طيب ده تاني واحد في السكند ماسنجرز. ثالث واحد اللي هو الكالسيوم كالمودولين، هنشوفهم بيشتغل ازاي. هنا احنا بقى بننشط الانزيم بطريقه تانية بواسطه مركب اسمه كالسيوم كالمودولين. خد بالك الفرق بين القصه الثالثه والثانيه، ان الكالسيوم هنا جاي من بره الخليه اكسترا سيلر، الكالسيوم اللي هنا كان جاي انترا سيلر. ممكن تقعد تقرا وناس تشرح وابتئس للشارح والطلاب، ما جابش الفرق، ان هنا الكالسيوم جوه الخليه في القصه الثانيه، هنا الكالسيوم من بره الخليه، هيدخل الكالسيوم بره الخليه. عندي تو شانلز، يا ليجان جيتد بتفتح بالكيميكال ترانسميتر، يا فولتج جيتد، هو بيدخل من الاثنين، الليجان جيتد واللي بالكهرباء فولتج جيتد. الكالسيوم لوحده ما ينفعش ينشط الانزيم.
فمحتاجين بروتين يحور الكالسيوم يخليه ينفع. اسم على مسمى، بروتين يموديوليت الكالسيوم فيسموه كالسيوم موديوليتنج بروتين. طب في كلمه واحده يبقى اسمه ايه بقى؟ كال موديولين. ما احنا عارفين اي ان يعني بروتين، كالسيوم موديوليتنج بروتين. امتى بقى يتكون هذا المركب وينشط انزيم؟ بيقول لك ان الكالسيوم جوه الخليه بتبقى 10 اس ناقص 8 ل 10 اس ناقص 7. لما يدخل الكالسيوم ويزيد تركيزه ل 10 اس ناقص 6 اس ناقص 5 يتكون الكالسيوم كالموديولين وينشطوا الانزيم. انا كتبت لك الاعداد عشان حفظها سهل، هم ورا بعض 8 7 ده الليفل الواطي قوي اس ناقص، لانها بالناقص اس ناقص 8 ناقص 7. لما يزيد ل 6 ل 5 يتكون الكالسيوم كالموديولين وينشطوا الانزيم. رابع كيميكال سكند ميسنجر والاخير هو السايكليك جي ام بي جوانزين مونوفوسفيت. ده مش هنشوفه غير في تنشيط هرمون واحد مش موضوعنا خالص في الاندوكراين، خدناه في السيركوليشن اللي هو الاتريال لانه طالع من الاتريام. ناتيوريتيك مدر للصوديوم، ما هي نيتريام يعني صوديوم بيبتايد، فده مش هنجيب سيرته. يبقى مين هم السكند ميسنجرز تاني يا شباب؟ سايكليك اي ام بي هذا هو الموست امبورتنت، اشهر يليه في الشهره الداي اسايل جليسرول، لكن لوحده ما ينفعش، عاوز كالسيوم. مين هيجيب له الكالسيوم؟ الانيزيتول ترايفوسفيت، ده تاني سكند ميسنجر. ثالث واحد الكالسيوم كالموديولين، رابع واحد السايكليك جي ام بي. هقول لك بقى نقطه في تأملات العبد الله وهي مهمة جدا جدا جدا. لاحظ ان كل الكتب هنا وهناك تكتب لك لستة الهرمونات اللي بتشتغل بالسايكليك ام بي ولستة الهرمونات اللي بتشتغل بالداي اسايل جليسرول انزيتول ترايفوسفيت، ويقعد الطالب يحفظ مش فاهم ايه العلاقة. يا جماعة انتوا عارفين العلاقة؟ اقولها، وراء الخلق خالق، اللي يفكر هيفهم الغرض بتاع ربنا في الخليقة. القاعدة ان الهرمون يشتغل بالسايكليك ام بي، يعني يوم ما اقول لك اي هرمون بيشتغل ازاي، نون جينوميك بروتين او بوليبيبتايدز ومعاهم كاتيكولامينز بالسايكليك ام بي. امتى نفكر في الداي اسايل جليسرول؟ لو الاكشن في كالسيوم، لان هي دي القصة اللي فيها الكالسيوم، لو الاكشنز نيدز كالسيوم. طب وفي عملين مشهورين جدا 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 محتاجين كالسيوم، الكونتراكشن محتاج كالسيوم، ده في مسرحيه الكونتراكشن اللي كنت بعملها في المحاضرات هنا وهناك، الكالسيوم هو البطل، مفيش كونتراكشن من غير كالسيوم، فاي هرمون ضمن الاكشن بتاعه كونتراكشن يبقى بالقصه الثانيه، لانه عاوز كالسيوم، القصه الثانيه هي اللي فيها كالسيوم. عمليه الاكزوسايتوزيس، كل الكيميكال ترانسميترز والهرمون اللي تركيبها بروتين او بوليبيبتايد بتطلع بايه؟ بالاكسيتوز الذي يحتاج الى كالسيوم. يبقى ما نقعدش زي الهبل نحفظ في ليست ومش فاهمين ليه. انا في 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 الكورس بتاعي في محاضراتي ما بديش معلومات قد ما بدي افكار. الافكار ابقى. المعلومات تفهمها من خلال الافكار. في الفكره ان كل الهرمونات السايكليك ام بي والداي اسايل جليسرول انستول ترايفوسفيت الموست امبورتنت هو السايكليك ام بي، اغلب until prove otherwise cycling P. لو الاكشن فيه contraction او exocytosis يعني يحتاج الى كالسيوم يبقى ناخد القصة التانية. امال القصة التالتة والرابعة؟ اقول لك حاجة لا ازيع سرا، دي مهمة في حاجة واحدة بس، في اجابة سؤال النون جينوميك، لان هرمونات قليلة جدا اللي بتشتغل بالقصة التالتة والرابعة، يعني مهمة في هذا السؤال فقط. بعد كده في كل كورس اندوكراين يا سايكليك ام بي في الاغلب، يا لو عاوزين contraction بسبب كونتراكشن اكسيتوز يعني عاوزين كالسيوم، يبقى داي اسايل جليسرول انيزيتول تراي فوسفيت. هعيد السؤال ده في عجاله تاني لانه واحد من اهم الاسئله يا شباب عشان ما تلخبطش، وتعالى انت راجع معايا النقاط الاساسيه تحصيل فن. قلت ان لما يجي لي مود اوف اكشن اوف لان جينوميك، ودي تبقى وقعتك واقعه، هتقول مقدمه من اربع نقاط عكس الاسترويدز. انا طبعا مزاجي اتحسن شويه بسبب الليزر معايا دلوقتي. مقدمة كالآتي، مين بيشتغل بالطريقة دي؟ أربع نقاط عكس بتوع الاسترويدز، البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز. طب تاني نقطة، دول
ليبيد انسوليبل لايبوفوبيك، وقلت بالعكس يبقى معاها هيدروفيليك. اللي فوبيك بالنسبه لليبيد ما بيدوبش، ليبيد يدوب في الميه. النقطه الثالثه يبقى ادام لايبوفوليك والسيل ميمبرين ليبيد يبقى مش هيدخله، يبقى الريسبتور بتاعهم في السيل ميمبرين هيشتغلوا بالاكتيفيشن لحاجه اوريدي موجوده، يعملوا لها اكتيفيشن. النقطه الرابعه ان الاكتيفيشن سريع في الاكشن بتاعهم within minutes. لازم تبتدي بالرباعيه دي، ولو انت طالب اشطر اديله اكزامبل مين الهرمونز اللي بروتين بروتايدز لو عندك وقت، بس رايي ما تكتبهمش ان السؤال ده اوريدي طويل قوي، اللي هم بتوع البيتيوتري والباراثايرويد والبنكرياس. هنا الاكشن بينقسم الى قسمين شمال ويمين. في الاغلب الهرمون اللي هو الفيرست ميسنجر هيمسك في الريسبتور اللي قلنا فين يا شباب، دي الفيرست ستيب، ده واحد من اهم الاسئله في الام اس كيو، ان الفيرست ستيب في المود اوف اكشن اوف اني هرمون هو اليونيون ويز سبيسيفيك ريسبتور. اللي موجود فين هنا؟ ما بيدوبش في الليبيد، يبقى في السيل ميمبرين. فين في السيل ميمبرين؟ في الاوتر بوردر. في الاغلب هينشط الانزيم من خلال جي بروتين وسكند ميسنجر، ينشط الجي بروتين، والجي بروتين يؤدي الى تكوين السكند ميسنجر اللي ينشط الانزيم. يعني شوف عمليه فيري اندايركت. يبقى الهرمون ريسبتور كومبلكس ينشط الجي بروتين، فالجي بروتين يكون سكند ميسنجر، فالسكند ميسنجر تنشط الانزيم، يبقى فيري اندايركت. الطريقه الاقل شيوعا اللي هي الطريقه الدايركت، ان مش محتاجين القصه دي كلها. الهرمون لما يمسك في ريسبتور ينشط الانزيم، في حاجة سميتها دايركت الدايركت، لأن الريسبتور في نفس الوقت هو الإنزيم اللي هو زي في الإنسولين تيروجين كينيز، أو الهرمون لما يمسك في الريسبتور ينشط الإنزيم. دي جاست تذكرها دايركت. يبقى نيجي الأهم اللي هي إندايركت. يبقى الهرمون ريسبتور كومبلكس ينشط الجي بروتين، والجي بروتين عن طريق سكند ميسنجر ينشط الإنزيم. يبقى في موضوعين يعوزهم الشر، جي بروتين والسكند ميسنجر. جي بروتين كم نقطة؟ مين عنده ذاكرة؟ قلت لما تسمعني مرة تانية وانت كده خلاص بعد ما كتبت كل حاجة وعملت وانت في يعني مذاكرة باسف فاش طاقة، بليف مي صدقني، لو مرة تانية مش محتاج تقرا. الجي بروتين خمس معلومات، وطبعا زي ما بقول انت بتبقى حتى فاكر رسمي في خيالك. انا ان اغمضت العين رأيتها خلف الجفون، قلت لك كنت بكتب قصائد، بحب كده يعني اكتب، مش هقول كتبت القصيده دي لمين وايه اللي حصل، هنقولها بعدين. يبقى هذا الجي بروتين يا شباب نعرف عنه خمس نقاط. لماذا سمي جي؟ النقطه الاولى بعد عد معايا، لانه متصل بجوانزين، جوانزين داي وجوانزين تراي. ايهما هم النشط لما يبقى متصل بمين؟ انت اللي هتقولها، جوانزين تراي فوسفيت. النقطه الثانيه، هل هو سيل ميمبرين بروتين ولا سيتوبلازمك بروتين، سيل ميمبرين بروتين. النقطة الثالثة، كم قطعة؟ كلهم ثلاث قطع ترايميريك، لكن في 1000 نوع هم كلهم ثلاث قطع، بس بتختلف الثلاث قطع من واحد إلى الثاني، يبقى هيترو يعني مختلف ترايميريك. طيب النقطة الرابعة، هو ليه في جي بروتين؟ ليه ما نعملش سكند ميسنجر على طول ننشط انزيم؟ لأنه ريجيولاتوري بروتينز، في بعضهم استيميلاتري وبعضهم انهبيتري. النقطة الخامسة والأهم، ازاي بينشط الانزيم اللي هيعمل السكند مسجر؟ ايه اللي هينشط الانزيم النهائي المهم؟ بينشطه لازم نقطتين، لازم الجوانزين داي تتحول لجوانزين تراي، لما يتحول الداي الى تراي بيبقى اكتف، لما تراي طلقه بالثلاثه. مين اللي بيديتاتش؟ مين اهم حته في الثلاثه دول؟ الالفا، تبقى ديتاتشد واتاتشد للانزيم اللي هيكون السكند مسجر، اتاتشد وديتاتشد. ومن المعلومات بس ما احبش تقولوها كثيرا، في ناس كثير يعني يوجد ناس يعني كتير ما يعرفوهاش، ان حتى الجاما والبيتا ليس اكتف، يعني ربنا مش عاملهم بنسلي روحنا، هو الالفا مور اكتف بس الجاما والبيتا ليس اكتف. تكمل السؤال ده ازاي؟ انك تشرح السكند ميسنجر. كام سكند ميسنجر مع شق مثل عشق للنظام؟ عندنا ثلاثه سكند ميسنجر، اهمهم السايكليك ام بي، هتتكلم عليه في ثلاث نقاط. بيتكون من ثلاث انزيمات متعلقه بالسايكليك ام بي، اللي بيكونوا ادينايل سايكليز، بيكسر الاي تي بي الى سايكليك ام بي، ادينايل سايكليز اللي بيكسروا فوسفوداي استريز، وده تكتب لي عليه سؤال ام اس كيو. اي عقار ينهيبت الفوسفوداي استريز
يبقى هيمنع تكسير السايكليك ام بي، يبقى السايكليك ام بي هتزيد، يبقى الاكشن يزيد. ثالث انزيم هو الاهم، الانزيم اللي بينشط الانزيم، وبعدها للمره العشرين نحن ننشط انزيم بواسطه انزيم بيعمل ايه؟ فوسفوريش، يبقى اسمه كاينيز، فاسمه بروتين كاينيز A. ليه سموه ايه؟ لانه بيتكون بالسايكليك ام بي، ده الاغلب. تاني قصه اللي فيها الكالسيوم، وبالتالي احتاجنا حاجتين، ادي السكن ميسنجر الاساسي داي اسايل جليسرول، ومعاه الشيء لزوم الشيء انزيتول ترايفوسفيت. وتكتب القصه بقى ازاي بيتكون، يعني الجي بروتين بينشط مين عشان خاطر يتكون ده؟ بينشط فوسفولايبيز سي في السيل ممبرين، بيكسر مركب كبير قوي اسمه فوسفاتيدايل انزيتول باي فوسفيت الى اثنين. عرفت تفكرهم ازاي؟ داي وتراي، داي اسايل جليسرول وانزيتول ترايفوسفيت. ده عشان ينشط البروتين كينيز محتاج كالسيوم. مين اللي بيجيب له الكالسيوم؟ الانزيتول ترايفوسفيت. منين؟ من جوه، هنا من جوه، القصه دي من جوه الميتوكوندريا والاندوبلازميك ريتيكولم، فينشط. في الاغلب السكند ميسنجر هو السايكليك ام بي، اللي اذا كان الانزيم الاكشن، اذا كان هرمون اسف الاكشن بتاعه في كونتراكشن او اكزوسيتوزيس، يعني يحتاج كالسيوم، يبقى القصه الثانيه. وهوريك في مرات كثيره غلطوا فيها الزملاء الافاضل، وفي نفس الـ 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 الكتب في موضع اخر كتبوا الصح، بينقلوا اي حاجه. يبقى داي اسايل جليسرول انستول ترايفوسفيت. هنا بقى بينشطوا الانزيم من خلال كينيز انزيم اسمه بروتين كينيز سي، اللي هو بيعمل فوسفوريليشن. ثالث واحد اسمه كالسيوم كال مودولين، ده ثالث سكند ميسنجر. هنا بقى الكالسيوم نقطه مهمه جدا، جاي من الخارج عن طريق ليجاند جيتد شانل او فولتج جيتد شانل. الكالسيوم ما يقدرش ينشط الانزيم، عاوز بروتين جوه الخليه يخليه ينفع. كالسيوم موديوليتنج بروتين يسموه كال مودولين. لما يدخل الكالسيوم جوه الخليه يرتفع تركيز الكالسيوم من 10 اس ناقص 8 ناقص 7 الى ناقص 6 ناقص 5، يمسك في الكال مودولين ينشطه الانزيم مربطا شيتو. اخر سكند ميسنجر سايكليك جي ام بي في حاله متفرده، اللي هي في الايترال ناتريتيك بيبتايد. للاوائل في جمله زياده بنحب نقولها للناس اللي هنا في كندا وفي امريكا، انه الداي اسايل جليسرول ده عنده طريقه تانية يشتغل بيها غير البروتين كينيز سي، انه هو عن طريق البروستاجلاندين. دي تعرفوها، بتيجي عندكم هنا اسئله يا شباب، فالناس بتوع كندا وامريكا يعرفوها. الداي اسايل جليسرول بينشط الانزيمات عن طريق ماده البروستاجلاندين. كده يبقى احنا فرغنا من الحته الصعبه وهي المود اوف اكشن اوف هرمونز. ننتقل للاسهل وهو الانتيرو بيوتري او الغده. ناخد الانتيرو بيوتري يا شباب. طيب نشوف فين اللي اهي. انتيرو بيوتري، الاول قلنا البيوتري جلاند يا شباب، وقلنا كلمه بيوتري في عجاله معناها بصقه، يبقى بيوتري معناها بصقه. فطبعا عيب قوي، لان بص ادي البرين اهو، شايف البرين ده حدود البرين، فهو لقوا حاجه متدلله كده نسمة كبيره، هي جرام بس عشان ابين راس حاجه صغيره كده نازله زي التفه او البصقه، فحسنوا الاسم سموها نمو تحت المخ. ادي المخ اهو، نمو تحت، والله الهايبوثالاموس جزء من المخ، فهي نمو حاجه نمت تحت المخ، عشان كده سموها هايبوفيزس سيريبراي. هايبو يعني تحت، وفيزس يعني نمو، والسيريبراي يعني مخ، اختصروها الهايبوفيزس نمو تحت وشالوا كلمه سيريبراي. في الانسان بتنقسم الى قسمين، انتيرو بيتيوتري وبوستيرو بيتيوتري، في ما بينهم حته هنا بس روديمنتري في الانسان اسمها انترميديت لوب، في الحيوان مهمه، عندنا احنا لا، عندنا انتيرو بوستيرو. الانتيرو بيتيوتري بتصنع الهرمونات اللي بتعملها، فهي اكشوالي اندوكراينال جلاند، غده حقيقيه، فعشان كده بنسميها ادينو هايبوفيزس. ادينو في اللغه، اكتب معايا ترمينولوجي، معناها غده. بدليل لما يلتهب الغده الليمفاويه يقولوا عندي ليمف ادينايتس، يبقى اتعلمنا النهارده حاجه جديده في الترمينولوجي، يبقى ادينو يعني غده،
ادينو هايبوفيزس. يعني الهايبوفيزس ليها غده. ليه دي غده؟ عشان بتصنع الهرمونات بتاعتها. بينما البيتيوتري لما نجيلها في اوانيها بيتعملوا لها في الهايبوثالامس، عشان كده في النيرفس سيستم يسموها نيورو هايبوفيزس، عشان الهرمونات ما بتتعملش عندها، بيتعملوا لها في النيرفس سيستم فيسموها نيورو هايبوفيزس. عاوزين نبقى فاهمين. نمسك الانتيرو بيتيوتري. اول سؤال انا قلت هنا ام اس كيو شفوي اهي، مفيش تحريري هنا، هو الهرمونات بتاعت بوستيرو بيتيوتري. بوستيرو بيتيوتري بتطلع كام هرمون؟ في بعض المحاضرين يقول لك 6 هرمونز، وهي خطأ للأوائل، فتح ودانك. 6 important هرمونز، 6 مهمين، إنما هم الآخر مرة قريت يمكن يكونوا زادوا، كانوا 50 هرمون، بس فيهم 6 important. فالأوائل كده بيجذب انتباه الممتحن في الإجابة، 6 important. نعرفهم إزاي؟ بدون مجهود، حاجة عدتها مرات ومرات، عاوز وجه الممتحن يختفي وتفتكر الصورة دي. ثلاث غدد تحت أسيل بيتيوتري، من كتر تكرارهم هتحفظه. ثيرويد، أدرينال كورتكس، أند جونادز. دول يدوك أربعة من الستة المهمين. ثيرويد ستيميليتنج هرمون للثيرويد، أدرينو كورتيكو تروفيك هرمون للكورتكس، واثنين للجونادز، فوليكل ستيميليتنج هرمون FSH وليتونايزنج هرمون LH. يبقى ده أربعة، واثنين غير متعلقين بالاندوكراينال جلانس. واحد اسمه جروث هرمون، مهم للجروث من اسمه، والتاني اسمه برولاكتين. برو يعني قبل الرضاعه، مهم من للرضاعه وقبل الرضاعه، عشان كده سموه برولاكت، او رسمين البريست وبيبي بيرضع من البريست، برولاكت. تعال بقى نشوف الانتيرو بيتيوتري. فيها نوعين من الخلايا، في بيزوفيليك سيلز بتصطبغ باللون الازرق، عشان كده انا استخدمت الالوان. دول بيكنترول الثلاث غدد، بيطلعوا الاربع هرمونات TSH ACTH FSH و LH، هذا اربعه، واثنين طالعين من الاسيدوفيليك سيلز اللي لونها احمر، اللي هي الجروث هرمون والبرولاكت. في اسئله شافوا هنا ال TSH ليه اسمين تانيين بيسموه ثايروتروفيك هرمون او ثايروتروبين. كنت بقرا هنا في الامريكان هاند بوك اوف فيزيولوجي، ده واخد رف كامل في المكتبه، مع ان اسمه هاند بوك ما اعرفش ازاي لان هو الكتب صغيره شويه. فمكتوب فيهم تروفيك في اللغه معناها، ما انا بعلمكم ترمينولوجي، مغذي. كانوا زمان فاكرين ان التي اس اتش ده الثيرويد بتتغذى عليه، ان هو نيوترينز، ماده غذائيه. لا، هو ستيميليتنج هرمون، هي ما بتاكلوش، فهذا الاسم ثايروتروفيك، برغم انه ما زال مستخدم وهيجي لك في الام اس كيو، لكن هو في المعنى خطأ. ثايروتروفيك يعني مغذي الثيرويد. تاني واحد اسمه ثايروتروبين. تروبين في اللغة يعني بيدور، فاكر خدناها اللي هي المايتروبين، خلاص خدنا اللي هو المايسين والأكتين والكلام ده في الكونتراكشن. تروبين يعني يلف يدور، لأن زمان كانوا فاكرين تي اس اتش لما بيزيد بيلف يقلل نفسه، طبعا مش هو اللي بيلف، اللي بيلف هو التي 3 والتي 4، لما يزيد التي 3 والتي 4 هم اللي بيروحوا الخليه يقللوا التي اس اتش. فكلمه ثايروتروبين يعني الهرمون اللي بيطلع ويرجع للخليه اللي طلعته، ريتيرن تو ذا اوريجين. يبقى ثايروتروبين معناه هرمون بيطلع من الخليه دي ويرجع لها تاني، لو زاد يقلل افراز نفسه، وهذا خطا. اللي بيرجع مش التي اس اتش، مش الثايروتروفيك، مش الثايروتروبين، اللي بيرجع الهرمونات بتاع الثايرويد هي اللي بتعمل الفيدباك. فالاسمين دول للأوائل خطأ. الهرمونات دي لا هي تروفيك مغذية، ولا هي بترجع للغدة اللي طلعتها عشان تقلل روحها. اللي بيرجع هو الهرمونز اللي نتج عنها، لو زاد يرجع يعمل لها إنيبيشن. عاوز ناس فهم. المهم ليه قلت الكلام ده كله؟ عشان تفهم ليه سموا الخلية دي ثايروتروبس، اللي هي بتطلع تي اس اتش، لأن بتطلع حاجة كانوا فاهمين إنها بترجع لها، يعني صد ردة، تبعت حاجة ولو زادت ترجع لها. وسموا بتاعت الكورتكس كورتيكوتروبس عشان الكورتكس، واظن انت هتعرف اسم الثالثه اللي رايحه للجوناد سموها ايه؟ جونادوتروبس. طيب الجروث هرمون بيسموه سوماتوتروفيك هرمون، وهو برضو اسم غلط، هو ما بيغذيش الجسم، هو بيستيميليت نمو الجسم، بيطلع من خليه اسمها سوماتوسوما يعني جسم تروبس. البرولاكتين او اللاكتوتروبين
بيسموا الخلية اللي بتطلعوا لاكتوتروبس، يبقى كلهم اسمهم تروبس، ثايرو كورتيكو جونادو لاكتو سوماتو تروبس، دي اسماء الخلايا. عرفت في سؤال ام اس كيو مين منهم بيزوفيليك ومين منهم اسيدوفيليك؟ هقول لك ليه. انا رسم الرسمه بطريقه توحي لك مين اكثر الخلايا عددا. بص على الرسمه كويس، اكثر الخلايا عددا يعني رسمتها اكبر، هي مش اكبر يعني، انا بس عاوز ادلل انها اكبر عددا، اللي هي السوماتوتروبس اللي بتطلع جروث هرمون. فلما بيحصل بيتيوتري في الانتيرو بيطلع يحصل اسف تيومر في الانتيرو بيتيوتري، انت اشطب راس السؤال في الام اس كيو واعتبره تيومر في الاسيدوفيليك سيلز على وجه التحديد في السوماتوتروبس، اعتبر راس السؤال زياده الجروث هرمون. قاعده هي من اصعب الاسئله في الام اس كيو، يقول لك عين عنده تيومر في الانتيرو بيتيوتري. في معظم الحالات، في معظمها almost exclusively، بيبقى هذا الورم في الاسيدوفيليك اللون الاحمر على وجه التحديد بتاعه الجروث هرمون، فبقى في زياده في الجروث هرمون. ما يقول لك تيومر في البيتيوتري يبقى هو تيومر في الاسيدوفيليك في السوماتوتروبس اللي بتطلع جروث هرمون. جاوب بقى السؤال على انه زياده في الجروث هرمون، تبني جنبها ام اس كيو مهم، لو مش عارفها تبقى كارثه. طيب تركيب الهرمونات دي، انا حطيت قواعد لعبد الله ارسى قواعد، قلت مين من الغدد اللي بيطلعوا بروتين وبوليبيبتايدز، ثلاث غدد بحرف البي، هقولهم باراثايرويد بانكرياس وموضوعنا اللي هي البيتيوتري. يبقى الهرمونات دي لازم الستة دول يبقوا تركيبهم يا بروتين يا بوليبيبتايدز، هما تقسيم عدل، ثلاثة منهم بوليبيبتايدز وثلاثة حتى مش بروتين جلايكوبروتين. الأول في عجالة، إيه الفرق بين البيبتايد والبروتين والبوليبيبتايد؟ عشان تصور ناس كتيرة جدا تخرج، وعارف في ناس ماسترات بيسمعوني، وعارف في زملاء بيسمعوني، ودي حاجة تبسطني على فكرة، أنا عاوز كل الناس تعرف. هو تفتكر أنا بتضايق؟ العلم للجميع، لازم الواحد يترك علم ينتفع به، وإلا ما يقولوش قيمة الإنسان في الحياة. البيبتايد تركيبة صغيرة من أمينو أسيد بتتراوح من 2 ل 50، لما تبقى أكتر من 50 هتبقى بوليبيبتايد أو بروتين، أكتر من 50 أمينو أسيد. لو نوت فولدد يعني مش ملفوفة على روحها تبقى بوليبيبتايدز، لكن لو فولدد يعني تبقى حتى ساعات يسموها 3 دي تبقى بروتين. يبقى تاني، تحت 50 بيبتايد، فوق 50 بوليبيبتايد أو بروتين. مفرودة بوليبيبتايد، فولدد متكورة على بعض تبقى بروتين. نرجع تاني، فاحنا قلنا في عندنا ثلاثة بوليبيبتايد وثلاثة جلايكوبروتين، الجروث هرمون والبرولاكتين اللي هما الاسيدوفيليك سيلز، تاني وجه للتشابه ان هما اثنين بوليبيبتايدز ومعاهم الاي سي تي اتش. التي اس اتش والاف اس اتش والال اتش دول تركيبهم جلايكوبروتين، ده سؤال شفوي مهم وهنفهم في اوانيها ليه. يبقى دي صفحة يا شباب مهمة جدا جدا في الشفا. يبقى اول سؤال نقوله تاني، قلنا البيتيوتري ده مش سؤال بس براجع لك، بنسميها هايبوفيز مش هنقول باسقه، نمو تحت. الانتيرور دي غده بتطلع 6 امبورتنت هرمونز بسموها ادينو، ادينو يعني غده، 6 امبورتنت هرمونز. للاوائل ما تقول 6 هرمونز، قول 6 امبورتنت. هتعرفهم ازاي؟ حضرتك تغمض عينك وتتخيل الرسمه دي، ما انت شفتها 100 مرة هتشوفها معايا في الكورس. وبطلاقة كده تقول الثيرويد بيطلع لها من البيتيوتري وانت مغمض، ثيرويد ستيميتنج هرمون، ادي واحد. الكورتكس اي سي تي اتش، ادي الثاني. الجونادز اف اس اتش وال اتش، ادي اربعة. وكلهم منين؟ بيزوفيليك سيلز، لونها ازرق. مجموعة اللي دي بيزوفيليك سيلز، ده سؤال ام اس كيو. اثنين تانيين ما لهمش دعوة بالغدد الصماء. واحد مهم للجراف اسمه جراث هرمون او سوماتوتروفيك، والتاني مهم اللاكتيشن بس بيبتدي يساعد البريست من قبل اللاكتيشن فسموه برولاكتين. دول من الاسيدوفيليك سيلز، وده سؤال. طب سؤال دخل السؤال، مين اكثر الخلايا عددا؟ السوماتوتروبس اللي بتطلع جراث هرمون. وفهمت في الترمينولوجي عشان هنا وهنا فقط تصنع الاوائل. تروفيك يعني مغذي، وهم الغدد ما بتغذيش عليهم، هم بيعملوا لها ستيميليشن مش بتاكلهم، الهرمونات دي بيستيميليت الغدد.
والتروبين لانهم افتكروا انهم بترجعوا للسيلز اللي بتطلعهم، عشان كده سموا الخلايا دي، اديك فاهم لاول مره، تروبس يعني ريتيرن تو ذا اوريجين، بتلف وترجع لها. هما ما بيرجعوش، اللي بيرجع الهرمونات اللي نتجت عنهم هي اللي بترجع تعمل فيدباك. السؤال اللي بعد كده التركيب. قلت انه ثلاثة منهم بوليبيبتايدز، الاثنين بتوع الاسيديوفيليك جروث هرمون وبرولاكتين، ومعاهم الاس تي اتش. ومين تركيبه؟ جلايكوبروتين اللي هم الاف اس اتش والال اتش ومعاهم التي اس اتش. ده سؤال يا شباب. طيب نيجي للنقطة اللي بعدها المهم، ال control of function of anterior pituitary. control of function ده سؤال نظري مهم والسؤال اهو. control of function of anterior pituitary. انا بقولها بطريقة سهلة، ان في من فوق قلنا النيرفس سيستم بيتحكم في الانتيريور بيوتري اللي هو الهايبوثالامس، ده نيرفس كنترول، وفي من تحت في باك ميكانيزم. يعني عندك حاجتين اهو كاتبهم تحت بعض، يبقى نقطتين هايبوثالامس وفي باك ميكانيزم. هنشرح كل واحد، ولو على فكره كل واحد ممكن يجي سؤال لوحده. فنبتدي بالفيدباك ميكانيزم. الفيدباك ميكانيزم يا اولاد نوعان، يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف، يا بوزيتيف فيدباك يا نيجاتيف فيدباك. الاكثر شيوعا هو النيجاتيف فيدباك، ده الموست كومن تايب، موست تايبس تبقى نيجاتيف فيدباك. تعال نفهم يعني ايه نيجاتيف فيدباك. يعني لو هرمون او هرمون A زود هرمون B، وعن هرمون B لما لقى روحه زاد كده مش كويس كده مش حلو، فيدباك على هرمون A نقصه، قال له كفايه كده ما تعمليش ستيميليشن اوريدي زايد، يبقى A زود B فB رد على A نقصه، يبقى الاشاره مختلفه. A زود يبقى علامه بلس B، B نقص علامه ماينس B، نسميها نيجاتيف فيدباك. لكن لو هرمون A زود B وB زود A وA زود B، يعني الاثنين بيزودوا بعض، العلامه متفقه هنا، الاثنين بلس بيزودوا، تبقى بوزيتيف فيدباك. المفاجأة، طب لو هرمون A نقص هرمون B وهرمون B نقص هرمون A، يعني ده ينقص ده ينقص ده وده ينقص، يعني برضو علامة متفقة بس بينقصه، دي ماينس دي ماينس دي ماينس، تبقى برضو بوزيتيف فيدباك. يبقى بوضوح وما عشقت مثل عشق الوضوح، اختلاف الإشارة تبقى نيجاتيف، اتحاد الإشارة تبقى بوزيتيف. وبقولها بطريقة يعني من الحياة شوية، لو انا بشجعكم على انكم تذاكروا بالمحاضرات اللي بديها دي، فانتوا بتذاكروا اكتر وبلاقي ان الاقبال عليها اكتر فانا اتشجع اكتر، يبقى العلاقه ما بيننا بوزيتيف. طيب انا ببلطج وما بتكلمش في مواعيدي وبهمل في الشرح وهكذا، فانتوا ما بتذاكروش، يبقى انا بظبطكم وانتوا تظبطوني، بنظبط بعض بنبوظ بعض، تبقى برضو العلاقه بوزيتيف. تصور نشجع احنا الاثنين بعض بوزيتيف، نثبت احنا الاثنين بعض، تبقى برضو بوزيتيف. لكن انا متحمس وعاوز افهمكم وانتم مفيش لا حياه في من تنادي، ما فيش اي تشجيع ليا، هي دي اللي تبقى العلاقه نيجاتيف. معظم العلاقات بتبقى نيجاتيف، ودي هتنقسم ثلاث انواع. لما هرمون التي 3 والتي 4 بتاع الثايرويد، هدي المثال ده، يزيد فكده غلط ان هو زاد، فيفيد باك يروح للمدير العام اللي هو البيتيوتري اللي بيعمل له استيميشن تي اس اتش، وللهايبوثالامس اللي بيطلع ريسينج هرمون يقللوها. يبقى العلاقه دي نسميها شباب لونج لوب فيدباك، مشوار طويل اهو. يبقى لما الموظف اللي هو الثايرويد يفيدباك على المدير العام ورئيس مجلس الاداره اللي فوق يقول لهم بطلوا، يبقى ده لونج لوب. طب لما البيتيوتري تطلع تي اس اتش كتير تفيدباك على الهايبوثالامس تقول لها كفايه ريليسينج فاكتور، يبقى المدير العام على رئيس مجلس الاداره، يبقى ده شورت لوب. لما ريليزنج فاكتور بتاع الهايبوثالامس يزيد فيقلل نفسه يبقى ده يسموه الترا شورت او شورت فيدباك. يبقى في ثلاث علاقات، لو بدانا بالجلاند تبقى لونج لوب على الرؤساء اللي فوق، بيتيوتري على هايبوثالامس تبقى شورت لوب، هايبوثالامس على نفسها تبقى الترا شورت او شورت. ده الفيدباك. نيجي بقى البوزيتيف فيدباك. الحقيقه البوزيتيف فيدباك
دي اخر صفحه يا شباب ما تقلقوش، ما عنديش غير اكزامبل واحد وهيبقوا بالكتير اتنين، والاتنين في الجهاز التناسلي بتاع الفيميل. لو ما جاش في دماغك مش هتعرف. الاوفيليشن اللي هو اهم حدث في الفيميل ريبرودكتيف سيستم، انها تطلع بويضه عشان تبقى قابله للاخصاب، تبقى قابله للحمل. فدي مهمه قوي. بتحصل ازاي دي؟ بص معايا دلوقتي يا شباب، الايستروجين يزيد فيزود الاتنايزنج هرمون، الايستروجين يزيد يزود الاتنايزنج هرمون، الايستروجين يزيد يزود الاتنايزنج هرمون. لما الاتنايزنج هرمون يوصل حاجه عاليه جدا يزود البريشر جوه الماتيور جرافيان فوليكل، البريشر يزيد تفرقع وتنطلق البويضه لتتلقفها اهداف الفالوبيان تيوب. ده الاوفيليشن. يبقى العلاقه بوزيتيف، زياده الايستروجين بتزود الاتنايزنج، وزياده الايستروجين زود الاتنايزنج، والاتنايزنج زود الايستروجين، والايستروجين زود الاتنايزنج اند سو اون. بس الاوائل في نقطتين مهمين، ان لازم ما تقولش الايستروجين نوتلايزنج، ده العلاقه البوزيتيف. الرايزنج ليفل اوف ايستروجين، الرايزنج يعني الليفل المتزايد هو ده اللي بيزود الاتنايزنج، ولازم الاتنايزنج مش يزيد. سيرج، سيرج يعني زياده رهيبه في البورصه. لما الواحد يحط سهم ب 10 جنيه يلاقيه بعد اسبوعين ثلاثه بقى ب 100، يقول لك حصل سيرج في لغه البورصه. فلازم الرايزنج ليفل يعمل السيرج ده، تتقال صح، بوم اوفيليشن، فتطلع البويضه تتلقفها الفالوبيان تيوب ويحصل لها اخصاب. لولا هذا الحدث ما امكن للفيميل انها تبقى حامل وتتكاثر البشريه. فدي حاجه مهمه جدا، ده بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. ليه انا مصر على الرايزنج؟ واحد يقول ما يقولوها ايستروجين بس، هقولها لك عشان كده جايب الصوره بتاعتي عشان تتابعني. هو عارف حبوب منع الحمل اساسا ايستروجين، لما الست كل يوم تاخد حبه ايستروجين، كل يوم حبه ايستروجين، يبقى هنا الليفل بتاع الايستروجين متزايد، لا زائد بس ثابت. ده بالعكس، بالعكس ينقص الاتنايزنج هرمون، ما يحصلش اوفيليشن. عشان كده مش اي كلام يا شباب، في فرق بين رايزنج ليفل وكونستانت هاي ليفل. البوزيتيف فيدباك مع الرايزنج ليفل، التزايد في الايسترن هو اللي بيزود الاتنايزنج، التزايد في الايسترن هو اللي بيزود الاتنايزنج، مش الهاي ليفل. الهاي ليفل ده يعمل العكس تماما، كل يوم حبه كل يوم حبه، عمل الكونستانت هاي ليفل، قللت الاتنايزنج هرمون، مفيش اوفيليشن. هو ده فكره حبوب منع الحمل. يبقى مش اي حاجه، ده البوزيتيف فيدباك. طيب نيجي للهايبوثايرويدزم.